النجم الأرجنتيني ميسي يحقق حلم طفل أفغاني ويهديه قميصين، أحدهما لمنتخب بلاده والآخر لناديه برشلونة. مزيد من التفاصيل في تقرير ربيع العدوان. شغلت صور الطفل الأفغاني مرتضى أحمد ابن الخمس سنوات التي انتشرت مؤخرا وهو يرتدي قميصا بلاستيكيا للنجم الأرجنتيني ميسي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم. ميسي أهدى الطفل مرتضى قميصين برقمه في منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة موقعان منه برسالة خاصة. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن ميسي أرسل للطفل أيضا كرة قدم حتى يتمكن من ممارسة هوايته المفضلة. وكان والد الطفل قال للتلفزيون الأفغاني إنه لا يستطيع تحمل تكاليف عشق ابنه لميسي، موضحا أن مرتضى يذهب إلى بيت بعيدا في القرية لرؤية ميسي في مباريات برشلونة. حبيبي برشلوني يموت برشلونة وأنا مدريدي لكن بغير العيون. حبيبي برشلوني يموت برشلونة ولم يخفي مرتضى مدى سعادته بحصوله على هدية ميسي، وبدت السعادة ظاهرة عليه وهو يلعب مع أصدقائه كرة القدم في بلد مزقته الحروب.